أروى، أنا في حاجات كتير عايز أقولها لك، بس غالباً مش هعرف أقولها وأنا واقف قدامك. بس كل اللي جوايا وكل اللي حواليا بيقولوا لي إن أنا لازم أقولها لك. أروى، أنا حاسس إن أنا بحبك. كل اللي جوايا وكل اللي حواليا بيقولوا لي إن أنا لازم أقولها لك. أروى، أنا حاسس إن أنا بحبك. هو بابا موجود؟ خير يا رمزي؟ مفيش أي خير في اللي حصل يا نادي. لا، والنبي قبل ما تدخل عليا الدخلة دي لازم تفهم الموضوع بالنسبة لي انتهى. حسن بقى بره حياتي خلاص. ومين قالك إن أنا جاي أكلمك عن حسن؟ أمال جاي تتكلم عن مين؟ عنك أنت. نادي يا أختي اللي أنا أعرفها كويس، اللي عمرها ما خدت قرار ورجعت فيه. اللي لو كل الناس قالوا على حاجة ما تنفعش وأنت قلت ينفع بتنفع. على فكرة أنا مملكش ربع القوة اللي عندك قدام ظروفي وحياتي يا شيخة. ده أنتي قطعتيني وما رجعتيش غير لما تعدل حالي واقتنعتي. أنا أول مرة أشوفك مستسلمة وفاشلة. وإيه يعني أما أفشل؟ لأنا أول ولا آخر واحدة فشلت. عادي، وبعدين في قرارات نجاحها وفشلها ما بيعتمدش عليك أنت لوحدك. يعني أنت عايزة تقولي إن حسن؟ بصي يا رمزي، حسن صح وأنا صح، ما تتعبش نفسك. ولما انتوا الاتنين صح قوي كده، ايه اللي وصل الموضوع للحاله دي؟ وبعدين مراد وليلى دول عيال صغيرين. عيال بقى ولا كبار مش فارقه، الموضوع من الاول غلط. ولما هي غلط من الاول ازاي كملتي؟ رمزي، انت عارف ان بناتي اهم حاجه في حياتي، اهم عندي من حسن، وهو كمان عياله اهم حاجه عنده، وده من حقه. في اي مشكله كانت هتواجهنا كل واحد كان هيضم لعياله. انا عمري ما كنت هعمل غير كده، تغور فرحتي قدام راحت بناتي ولا ايه؟ يعني مفيش خيط امل حتى لو مش واضح يرجعكم لبعض؟ مفيش خالص. بس يا بابا، وقعد يقول كلام صعب قوي قدام ماما وهو بيتخانق مع بابا، وقال لها بنتك ما شافتش تربيه، وان انا كمان عارفه ولد هناك. ولد مين ده اللي تعرفيه؟ طب استاذن واسيبكم. خليكي، عايزك تسمعي اللي بتقوله فكري معاه في حل. فريده تعرف مامي كويس وفي بينهم علاقه تسمح لها انها تتكلم معاها. المهم كملي، ايه اللي حصل؟ انت ابن صاحب السنتر يا بابا، بيساعدني انا وصحابي، والله العظيم ما فيش ما بيننا اي حاجه خالص. انا مصدقك، مش محتاجه تحلفي. المهم كملي، ايه اللي حصل؟ بس بعد ما خلصنا خناقه وكل واحد راح ينام، بفتح عيني في نص الليل لقيت مراد في الاوضه قدامي. في اوضتك؟ في اوضتي. وانتوا اوضكوا جنب اوضهم؟ لا، احنا تحت وهم اوضهم فوق في الروف، وفي باب فاصل ما بيننا. هو دخل من الباب ده. وعمل ايه؟ الحمد لله، يعني ما لحقش يعمل حاجه، انا صوتت وصحيت البيت كله. وطبعا ماما وانكل حسن اتخانقوا مع بعض اتطلقوا، ماما خدتنا ومشينا. أحسن قرار أخدته، أحسن قرار أخدته. كان لازم تعمل كده طالما أولاده ما شافوش تربية. لما رجعنا البيت لقيتها بتقول لي مفيش سنتر تاني. قلت لها أنت صدقتي الحيوان ده؟ قالت لي برضه مفيش سنتر تاني. أنا مش هينفع أعمل ده دلوقتي خالص، عشان الامتحانات قربت وأنا محتاجة أركز. أنا لو أول السنة ما كانش هيبقى عندي مشكلة خالص أعمل كده، بس دلوقتي مش هعرف. كمان موضوع ان هي مش واثقه فيا ده مضايقني قوي. طبعا هي هتخنقني اكتر من الاول عشان اللي حصل ده، طبعا انا السبب. بس انا والله يا بابا ما كانش قدامي حاجه تانية غير كده اعملها. طب عشان خاطري ما تعيطيش، وانا هتصرف، انا هوديكي السنتر وهرجعك. انسي اي حاجه مضايقاكي، انت هتقعدي معايا ومفيش مشاكل. بس ماما ما
مش هترضى ان انا اقعد هنا. مش بمزاجها، انا هتصرف. ولا يا فريدة ممكن تقومي تغديها؟ اه طبعا. تعالي يا ليلى. واحد عامل زي اللي واخد خبطه على دماغه، تايه، لا عارف ارجع لحياتي الاولانيه ولا قادر استوعب اللي حصل. صدقني هي قلبها طيب؟ قلبها لبناتها بس. ناديه ما حبتنيش يا رمزي. ازاي يعني؟ الخطوه اللي خدتها ناديه دي عمرها ما فكرت فيها. ناديه اتغيرت معاك تغيير مؤقت عشان السكينه كانت سرقاها. مين اللي قال كده؟ هي قالت بنفسها. اه وانت صدقتها؟ والله اللي هي عملته يخليني اصدق الكلام. انت بتحبها؟ تعوزي بتحبها؟ ده سؤال ما يتسألش. ليه ما يتسألش؟ عشان الإجابة ملهاش أي لازمة قدام الاستبياع اللي هي فيه. وأنا لو بحبهاش يا رمزي كنت هبقى موجوع قوي كده. يلا كله هيعدي، كله هيعدي. بس والنبي خليك جنبي اليومين دول عشان الدنيا صعبة شوية عليا. أنا حاسس بيك لأني بمر بنفس الأزمة يا صاحبي. أنا حبيت.